غرسة الفنان التونسي الكبير زاد عليها بعد شوية هذه أفانغو من الغنية الجديدة. بعد شوية تكملوا تسمعوا الغنية هذية، نرجع لكم من جديد في منتدى الحياة. منتدى الحياة، منتدى الحياة. رجعنا معك أستاذ فيصل من جديد. قبل الترتيحة اللي عملناها بالموسيقى كنا نحكيو على المناخ الصحي والسليم في العمل، اللي هو زادة يعطي مجال أكثر للإبداع ولتحقيق الذات، خاصة وقت اللي يبدأ العامل هو اللي اختار المجال المهني نتاعه. ولكن فما بعض الاستثناءات، اللي فما ناس اليوم يكونوا يلقاو الوحم اضطراريا في عمل، ولكن بعض يعطيوه من روحهم ويوليو ويحبوا العمل هذاك حتى كان هما ما اختاروش المجال هذاك. هي أهم نقطة باش نعطي مفهوم للي قاعد تقول فيه انت كله، انه الانسان ما يستقيلش، الشاب ما يستقيلش من اهتمامه بالميدان اللي يشتغل فيه، سواء كان ميدان يناسب حلمه ويناسب احلامه ويناسب الميدان اللي يحب يحقق فيه ذاته، ولا اضطراريا لانه ما لقاش الميدان اللي يناسب احلامه اضطراريا مشى لتأمين حياته بمهنة أخرى. في كل الحالات ضروري أن الإنسان يكون ساهر على، في نقاشه مع الكونترا يكون ساهر على المناخ، أنه يحاول يخدم في مناخ ما يستنزفش كل قوة، يحاول يخدم في مناخ ما يكونش مقلق له، يعمل له الانسيكوريتي في حياته، يحاول يخدم في مناخ يلقى فيه نوع ما من الاستقرار ونوع ما من الطاقة باش ينجم يلقى فضاء لتحقيق ذاته في الميدان، ميدان حلمه. أنا مرة أخرى ونعيدها ونبقى نكررها اليوم، ما تستقيلوش وما تسلموش في أحلامكم في الميادين اللي تحقق لكم ذاتكم، لأنه معنى الحياة نستمد من الميدان اللي نحقق فيه ذاتي، الميدان المهني بالأساس. باش أستاذ فيصل نستدعاك نسمع الاستفسار الثاني من المستمع وبعد نرجع للاستوديو للنقاش. وقت توا العباد تلقاها كشوية استرسية بالمشاكل والخدمة كما قاعدين تشوفوا، يعني عرفات استغلوا ديما فما مشاكل نتاع السالاريات بالأخص في البريفي، فما برشا استغلال. العباد تبدأ فايدة تلقاه يخدم في خدمة نتاع 24 ساعة وسوية زايدة وزيد محريف عليهم فوق، ومن بعد تلقاه صاليرهم ما يكفيش لآخر الجمعة، حتى اللي تعطيك داخل في حيط معناها، تجي تشوف العباد ماهيش قادرة، اللي يبدا معرس لازم يخدم ثلاثة خدم ما يروحش للدار جملة أصلا، يعدي يخدم هكا. آخر مرة يحكي في وزارة الاقتصاد ومعناها العباد تفهم في الاقتصاد، قال لك باش تنجم تعيش في تونس تعيش هكا هاو لازمك زوج زملين ونص شهرين، بينما نحن المواطنين ستة مع بعضنا نجموا نلموا زوج زملين، ستة مواطنين هكا يخدموا بوظيفة مرموقة ومتخرجين ينجموا يلموا زوج زملين، أنا أفهم باقي وحدك. للأسف والله هذه رأي مواطن يقول احنا اليوم في تونس ستة من الناس اللي هم اللي سالير متاعنا باش نوصلوا نحكيوا على جزء منين اللي هما على الأقل يضمنوا العيش الكريم في تونس، العيش الكريم اللي هو معناتها من أكل وشرب وحياة عادية، ما نحكيوش على الترفيه وإلا أي حاجة أخرى، معناتها الأساسيات. خلينا نقول، خلينا أنا مش كل موضوعي، أكيد الوضع سيء مدام شهادة، ولما نشوف الشباب حولي والقلق الوجداني اللي عايشينه والأزمة اللي عايشينها نفسيا في هالوضع الصعيب نجم نتفهم، لكن ذي كلامي من بكر نقول ما تستقيلوش من ناحية أنه ما تنتظروش من المحيط سواء كان الحكومة ولا المؤسسات الاقتصادية ولا الدولة ولا الدولة ولا المؤسسات هي اللي مش تحسن الوضع. للأسف أصحاب المؤسسات ونقولها ونتحمل مسؤوليتها كلهم استغلاليين يحاولوا كان يلوجوا كان الربح، وإذا يلقاوا شباب كلينيكس يستغلوهم وبعد يحلوهم يعملوه، علاش لا؟ الأخلاق انعدمت في بعض الميادين، هذا موجود خاصة للشباب اللي مازالوا كيتخرجوا من الجامعات، هذا وضع عالمي. اليوم وقع تحويل وجهتها في برشا معناتها طرق أخرى يخدموا شكون بالسي في بي باش ياخوك الفلوس هذوك من عند الدوله، معناتها اساليب الاستغلال موجوده وفيها برشا ابتكار. هو وضع عالمي، وانا نقول لاصحاب المؤسسات انهم ما يتخيلوه انهم يربحوه كي يستغلوا الاخرين، هم قاعدين يخسروا لانه ما ينجموا يربحوا مؤسساتهم تربح الا ما يكون عمالهم في اريحيه
يبدعون في عملهم، يجي يعطي طاقته في العمل، مش يجي متذمر ويكركر في رجلي. المؤسسة ما تربحش في النهاية، ولو يظنوا أنهم باستغلالهم الشباب تو يربحوا شيء، مش يحققوا المردودية، ما يربحوش. إذن المسألة الكل على أصحاب المؤسسات أن يوعوا أنه أي كان ميدان مؤسساتهم الاقتصادية، إذا يحبوا مؤسساتهم تتقدم لازم يراعيوا الناس اللي يخدموا معاه منظوريهم، ويحطوا لهم مناخات للعمل أريحية باش يبدع الإنسان اللي يجي يخدم في مؤسستهم، يبدع ويعطي الكثير في هذا. أنا أقول للشباب أنهم أمام الصمم اللي ماسك أصحاب المؤسسات، ضروري أنكم انتوما ولو اضطراريا تمشوا تخدموا، تحاولوا تحسنوا من مناخ عملكم بمطالبة، ماذا حق وراءهم مطالب أنهم يلفتوا انتباه أصحاب المؤسسات، يقولوا لهم راوا المناخ اللي نخدموا فيه مرهق ومستنزف لطاقتنا ويعمل كثير من ستريس، واللي كنا اليوم نعطيه فيه 50% نعطيه فيها اليوم غدا مش تكون 25، معناها حتى مردودنا ولو نحضر الساعات مش يكون مردودنا أقل، والمؤسسة هي اللي مش تخسر في الحكاية. إذن ضروري الحوار هذا يدوم في مجتمعنا، نقول في الكلام هذا باش أصحاب المؤسسات والعمال يلتقيوا على موائد حوار باش مجتمعنا يتقدم. مستحيل مجتمعنا يتقدم في ظل الاستغلال. باهي أستاذ، سمح نسمع التسجيل الثالث، نسمع الاستفسار الثالث ومن بعد نرجع معك في النقاش. تخرجت مشيت قريت التخصص هذا عن غرام، لكن بعد ما تخرج ندمت اني توجهت فلسفة، لخاطر كما نعرف الناس الكل سوق الشغل في تونس كيفاش، ما فماش خدمة في المقابل، ما نجمتش نخدم ونتأقلم في حتى خدمة اخرى، ما نعرفش ما نجمتش نخدم في خدمة بعيدة على الاختصاص متاعي، جربت لكن ما نجمتش. هذاك علاش نحب نسأل سي فيصل كيفاش نجم نحاول نتأقلم مع خدم أخرى، كيفاش نجم نبعد على الفكرة اللي مبرمجتها في مخي اللي هي يا نخدم في اختصاصي يا لا. بالاستفسار هذا باش نختموا برنامجنا لليوم. نحب أستاذ فيصل من عندك أنت نصيحة للمداخلة اللي تقول اللي هي قرأت فلسفة ولكن ما نجمتش تخدم في أي مجال آخر مهني، بالنسبة لها تحب تخدم كان في الاختصاص اللي هي قرأته. أنا مش كون موجز في هذا لأنه الجواب يتطلب ساعات وساعات، لكن مش نوجز. النوجز الإيجاز الأول هو أنه هالتدخل هذا ضروري يكون عظة لكل شبابنا اللي لو اللي يبحثوا على التخصص، أنهم يرميوش انفسهم في تخصص ما درسوش سابقا، ما مشاوش عملوا أنكات على الميدان يقول هالتخصص هذا ينجم غدوة نلقى ميدان نشتغل فيه ولا لا، نجم يجيب لي يضمن لي مستقبلي ولا لا. إذن نحاذر أي وقت التوجه ما نمشيش في تخصص أنا مش نعرف، عواقب على الواقع. هذا من جهة. من جهة ثانية كل الشباب اللي مثل البنت هذه، بنتي هذه اللي تخصصت في فلسفة واليوم عاملة بلوكاج تقول ما نجمش نخدم إلا في ميدان تخصصي، كيفناش نجم تجدد؟ لأنه في كل عمر مهما كان العمر حتى ولو كان 40-50 سنة نجم نغير الميدان اللي نخدمه فيه ونغير الكاريير متاعي ونبدأ من الجديد. كيفناش؟ بشكل بسيط قبل ما نمشي نبحث في الميادين ضروري ونتصور هنا في مندوبية شغل قادرين يساعدوها في الميدان هذا، وهذه من أساسيات ميدان الشغل. أني نقول شنية مهاراتي، نمشي نعمل بيلون دو كومبيتانس، يتسمى بيلون دو كومبيتانس. في فترة التوجيه فما بعض المعاهد اللي توفر معناتها أصحاب الخبرة للقادمين على التوجيه اللي يقوموا بإرشادهم شوي على كل البيلون دو كومبيتانس، مش إرشاد قبل الإرشاد، هو نعمل إحصاء. البيلون هو إحصاء للمهارات اللي نكسبهم والهوايات اللي عندي، وعلى ضوء الإحصاء هذا على ضوء البيلون دو كومبيتانس نعرف شنو من الميادين اللي يمكن لو نختارهم مش ننفذ فيهم ونبدع فيهم ونحقق فيهم مجالي. إذن قبل كل شيء نعرف البيلون، أنا نعرف المهارات متاعي والكفاءات متاعي والهوايات متاعي وين تلقى راحتي، لأنه وين نلقى راحتي مش نبدع. لما نعمل هالإحصاء هذا البيلون هذا قادر ميادين مش يكون 3-4-5 ميادين مش يكونوا أمامي، قادر هاللي كومبيتنس متاعي يعطيو نتائج فيهم.
وقتها نمشي نعمل بحث ميداني في الميادين اللي قدامي 5-6 شنو الميادين المتوفرة والمطلوبة أو اللي يمكن على ضوء الواقع نلقى فيهم حظي باش نلقى خدمة. هكاك نجم نعمل توجيه ثاني انطلاقا من نفسي ثم على ضوء الميدان نعمل توجيه متجدد ونلقى حظي في أني نشتغل بأريحية بكفاءة وفي ميدان نحقق في ذاتي. يعطيك الصحة أستاذ فيصل، إن شاء الله تكون الإفادة عامة على الناس اللي يسمعوا فينا، خاصة اللي قادمين. أنا ديما نقول اللي قاعدين يخمموا توا وإلا مازالوا يقرأوا في الكوليج وإلا في الليسي قاعدين يبلوروا في فكرة. في النقطة دي خليني نعمل اقتراح بسيط. مثال اللي الشباب، نحكي على الشباب مرة أخرى، الشباب اللي في حيرة مثل المتدخلة الأخيرة حول إعادة توجهها في الحياة المهنية إلى ميدان يوافق مهنتها، إذا طالبة مساعدة قادرة نمنح حصة استشارية خاصة، يتصلوا بالإذاعة، يتصلوا بسوار في الإذاعة وعن طريق سوار ينجم نعطيهم حصة استشارية، نحط نساعدهم على حط يحطوا خطاهم على الميدان على الأرض، تأسيس حجر الأساس خلينا نقول للمستقبل إن شاء الله ربي يوفق الجميع. دونك نجموا تكلمونا على 70-35-120 وقتها تتواصلوا مع الأستاذ فيصل. استشارة مجانية، مجانية ديما. الأستاذ فيصل يعطي الصحة على عرض خدماته، وشكرا لك أستاذ فيصل لحضورك معنا ولرحابة صدرك ديما في مختلف المواضيع. احنا هكا نكون وصلنا معكم لختام حصتنا لليوم، غدوه موعد جديد في منتدى الحياه بمواضيع جديده ان شاء الله، نتلاقاو بكم غدوه في نفس الموعد من طول وقتها في لمين الناس الكل تابعوا بقيت برامج الحياه.